السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هاد الجليبات هادو من بعد ما كملتهم. نبدأ بهاد الجليبة هادي اللي خدمنا فيها الراندة ديال السلسول بالعقيق، نزلنا فيها 6 ضربات، درنا العقيق نمرة 4، جات نازلة من الفوق حتى لتحت. بالنسبة لهذا التوب ديال المليفة الأميرة، خدمت فيها هذا الدرس ديال الأهرامات وسنينات من الوسط، خدمته بالحرير على 3 شعرات. بالنسبة لهاد الملاقي هادي، درنا الملاقي ديال السنينات تتجي على هاد الشكل. أنا هنا جاني لكم ناقص، فزت فيه هذاك الطرف وخدمته بهذيك الطريقة، جا زوين. درنا حتى في الكم الآخر هاد الملاقي، درتها بالسنينات على 2 شعرات باش تجي زوينة، ولاقيت بها حتى الجلابة كاملة. هذه هي الملاقية ديال السنينات، جمعت بها الجلابة حتى من الجناب، تجي على هذا الشكل، تجي رقيقة وزوينة. بالنسبة لهاد الراندة هادي ديال السلسول بالعقيق، هنا هذا القب درنا فيه الدرس ديال الأهرامات والسنينات. بالنسبة لهنا، هذه هي الطريقة اللي درت معاكم في الفيديو الأخر ديال كيفاش كنتنيو التوب في الفتحة ديال العنق. هانتوما كيفاش تجي التوب، كيجي من الداخل، كنبلوه الداخل ما كيجيش بين. هنا بالنسبة ملي كتكون عندنا الراندة معريضاش، فكنرجعو التوب كنخرجوه لبرا وكنديروا ليه هذه الطريقه، راه ما كيجيش التوب باين نهائيا، حتى من برا ما كيجيش باين. غير شوفوا الفيديو غتلقاو الطريقه كيفاش درنا ليه، فراها طريقه سهله وكيجي الشكل رائع، ما كيبانش التوب نهائيا. هذه بالنسبه ملي كتكون عندنا الراندة معريضاش. اما ملي كتكون الراندة، انا غنوري لكم جلابه اخرى، وملي كتكون الراندة عريضه فكنخليو التوب لداخل. المهم هذه هي جليبه، جات على هذا الشكل، جات زوينه بهذا الدرس هذا وهاد الراند هذه اللي نازله من الفوق حتى لتحت. انا بديتها من التحت وطلعتها. بالنسبه لكم نتوما تخافوا تفوت لكم التوب، بداوها من الفوق، كتخليو القياس وكتبداوها. المهم هي هذه جلابه. ندوزوا لهاد الجليبه هذه، هاد التوب ديال الكريب، درنا فيه هاد الراند هذه اللي عباره على اشكال هندسيه. انا دايره الطريقه في القناه جديده، هاد الراندة درتها بالالوان تجي على هاد الشكل، معريضاش، خدمتها بالخيط على 2 شعرات، جات رقيقه وجات زوينه. بالنسبه لهاد الراندة فيها تقريبا 15 عين وجات رائعه. الدرس درت لها غير هاد الدرس ديال 2 مغلف لون واحد، خدمته على 3 شعرات. درنا هذا الدرس حتى في القب. بالنسبه لهنا التوب كنخليه لداخل، من الاحسن يجي لداخل بلا ما نخرجوه برا يبان، لان ملي كنقلبو كتقلب لينا غير راندا بلا ما نحتاجو نخرجوه لبرا، الا خرجناه برا كيجي باين. هنا لقيتها بالخيط على 2 شعرات، الملاقيه ديال واحد، جات زوينه، نتمنى انها تعجبكم. هنا الطريقه راني نديرها في القناه، واللي عجبتها هاد الراندة غير ترجع القناة، انا ديرها الفلون في الصفر. بالنسبة للملاقية، انا درت غير هاد الملاقية ديال واحد مغلفة، تجيتها هي زوينة، درتها بالالوان، كنخدمو ملاقية ديال واحد وكنغلفوها في نفس الوقت، حنا كنخدمو وحنا كنغلفو، تجيتها هي زوينة. بالنسبة للافتتاحات في الجناب، انا درت غير السنينات ديال واحد مغلفين، كنخدمو سنينه وكنغلفوها. هنا هاد الفصاله راه مخزانيه، درنا الافتتاحات في الجناب. هذه هي الملاقيه اللي جات تحت الفي، وهذه هي الراندة كامله، جات على هاد الشكل، جليبه بشكل جديد وخدمه رقيقه.
ندوزو لهاد الجلابه. هاد الجلابه بقميصها توب ديال جوهره بالسم، درنا فيها هاد الرانده هادي ديال ياجوره او الجاكار. انا حاطه لكم الطريقه كيفاش كنخدموا هاد الياجوره هادي، وحطيت لكم حتى الطريقه الا بغيت تخدموها بالعقيق، فكنخدموها عاديه بحال هكا، عاد كنبتوا فيها العقيق اللي بغينا باش كتجينا الخدمه مزيانه. بالنسبه لهاد الزواق هذا راه حطيته لكم حتى هو، هذا زواق بالبريد اللون ديال الثوب، ودخلت فيه السم. هذاك اللون راه السم غير ما كيبانش واضح. بالنسبه للعرض ديال هاد الراندا فيها تقريبا 32 عين مخدومه بالحرير على ثلاثه الشعرات. درنا فيها هاد الدريس هذا، انا حطيت لكم الطريقه ديالو ولكن وريت لكم في العنق ديال القميص. تيجي هاد الدرس زوين، خدمناه غير لون في اللون، مخدوم بالحرير على ثلاثه الشعرات. هذه هي الفتحه ديال العنق، تجي على هاد الشكل. هذا القميص التحتاني درت ليه الدرس في الدوره ديال العنق، القدام فيه غير الكورميط. هذا القب مغلف بالثوب ديال القميص، درنا هذا الدرس في الثوب الفوقاني والتحتاني، تيجي على هذا الشكل. لاقيتها غير بالملاقيه ديال واحد، جات جليليبه زوينه. بالنسبه لتحت الفي درت غير هذه الملاقيه هذه ديال واحد مغلفه، هنا درناها اللون في اللون، كنخدموا غير الملاقيه ديال واحد وكنغلفوها، فراه كتبان لينا بحال الكورميط ولكن هي غير ديال واحد. هنا بالنسبه للفتحه درت هذا الدرس ديال جوج مغلف. القميص التحتاني درت فيه هذا الكورميط هذه ديال جوج، الكورميط معمره اللون في اللون، جا القميص خفيف، جا زوين. هادي جليليبه ديال جوهره، جوهره عاديه، درنا فيها هاد الرانده ديال الجاكار. هاد الرانده ناقصه على الرانده اللي قبل منها. بالنسبه لهاد الرانده كنحسبوا الدريجات، هنا فيها خمسة وراند اللي قبل منها فيها سبعة. درنا هاد الدرس هذا هنا بجوج الوان. بالنسبه لهنا خدمت الاهرامات بالحرير على ثلاثه الشعرات، وسنينات درتهم بالحرير على جوج شعرات. راكين الطريقه اخواتي في القناه، الا بغيتوه بلون واحد اولا بجوج الوان كيجي على هذا الشكل، تيجي زوين. خدمته في الكمام وفي القب، كيجي عامر بحال اللي خادمين الراندا. هنا هاد اللون راه صومو بارد، غير ما عرفتش شي مره كيبان بحال الابيض. هنا الفتحه ديال العنق شفتوها اخواتي، ما كيجيش الثوب خارج لبرا، ما كيبانش لينا نهائيا، كيبقى الثوب لداخل وما كيجيش بين. انا مقطعاه ومنبله بلا ما نحتاجو نقطعوه ونخرجوه برا، منبل داخل، ولكن ملي كنتنيو القب كتبان غير الراندا بلا الثوب. تجي على هذا الشكل. هذا الدرس جا زوين، واخا كيشد شويه الوقت، المهم راه كيجي رائع. هاد الراندا درنا فيها جوج الوان، درت ليها غير زواق عادي، ما درتش فيها البريد. هذا هو الدرس، هنا كيبان اللون باهت، المهم هاد اللون راه صومو بارد. تحت الفي درت هاد الملاقيه هادي ديال السنينات بجوج الوان، نزلتها حتى لتحت. المهم هادي هي جليليبه، جات خفيفه وزوينه. هنا اخواتي غنوري لكم هاد الجلابه، واخا لقيت صعوبه باش نصور هاد اللون الكحل، ما جاش بين، كيبان باهت. المهم انا غنوريه لكم، المهم في الواقع راه كيبان حسن. وبالنسبه لهداك اللون اللي كاين بحال الابيض راه هذاك صومو، واللون اللي كيبان بحال الحمراء كرونه، ما عرفتش ما تعطانيش اللون الحقيقي ديالو. هنا اخواتي الفتحه ديال العنق الا لاحظتوا كيجي الثوب لداخل حسن. الدرس درت لي غير هاد البريوات ديال جوج، يعني الدرس ديال جوج مغلف. هنا درت هاد الراندة هادي في الكمام، جات زوينه
غير هي اللون راه ما باينش زوين. هنا درت هاد الملاقيه هادي، كنخدموا الراندا غير ديال ضربه واحده ومن بعد كنغلفوها. سهله في الخدمه وجات زوينه في المنظر. هذه الراندا عصريه. هنا كنحاول غير نصايب الكاميرا، فكل مره كتعطيني لون. دابا جا هاد اللون كيبان بحال الغوز. المهم هذه هي الراندا، راه جات زوينه. بالنسبه لهاد التنبيله اخواتي اللي كتشوفوا، الا لاحظتوا من الاحسن هاد المره ما غاديش ندير بحال هاد التنبيله هادي. من الاحسن ملي يكون عندنا الثوب رقيق بلا ما نبقاو نبلوه، نخليه غير مطلوق لداخل حسن. لاحظتوا ملي كنبلوه كيجي الفوق بين هذاك الخيط دايز. من الاحسن نسورجيه ونخليه ما نبلوش. انا في جلال الاخرين ما نبلتوش في هذا الثوب والثوب ديال الكريب. حتى ديال الكريب الا نبلناه تيجي بين هذا الخيط، شفتوه ما كيجيش زوين في المنظر. من الاحسن هذه المره نخليه غير الداخل مطلوق بلا ما نبلوه. الا كان عندنا ثوب كبير نقطعه منه ونديروا ليه السورجي، كان قصير نخليه بلا تنبال. هاد القفطان اخواتي ديال جوهره بالصم، انا سبق ليا وحطيته معكم في فيديو، وحطيت معاه واحد الموسيقى وما عجباتش بزاف ديال الاخوات. المهم اخواتي انا غير حطيت الموسيقى اللي ما عليهاش حقوق الطبع والنشر. المهم هذا هو القفطان، خدمته بالعقيق جوج الوان. درنا فيه هاد الزواقه هادي ديال الياجوره اولا الجاكر، ولكن هي غير بالعيون ديال راندا عاديه. درت هاد الزواق هذا بالصم بجوج الوان، الصم الصفر والصم الابيض. هاد الزواق راه ساهل اخواتي، حتى المبتدئات يديروه وتيجي زوين. هاد الراندا اخواتي راه غنديرها معكم ان شاء الله، راه ساهله وتجي زوينه. غير كنديروا هاد الطريقه باش ما كيجيناش العقيق من فوق. هنا درت تحت الفي هاد الملاقيه ديال السنينات، راه ساهله وتطلع دغيا وتجي زوينه. يمكن لينا نخدموها حتى بالعقيق الا بغيتوه، حطها معكم في القناه هذيك الملاقيه ديال السنينات بالعقيق. بالنسبه لهاد الراندا اخواتي راه كنخدموا الراندا عاديه بالتقابي ديال الكوزه، غير هي سطر كنديروا فيه التقبه ديال الكوزه وسطر كنديروا فيه العقيق، باش كيجي العقيق مباعد واحد شويه وما كيجيش مزاحم. هاد العقيق النمره 3. بالنسبه للملاقيه لقيت بهاد الملاقيه ديال واحد. بالنسبه للطول ديال الراندا فكنديروا 40 سنتيم، ما عدا الا كانت السيده شويه قصيره كنقصوا ليها على 40 سنتيم الا ما بغاتش الراندا نازله. بالنسبه للكمام درت هذا الدرس، هذا دخلت فيه العقيق بجوج الوان. درت العقيق هاد الابيض والصفر، جا تابع للصم الابيض والصفر تيجي زوين. هذا الدرس خدمته بالحرير على ثلاثه شعرات، غير السنينات اللي كندوزهم من الفوق اللي كنديرهم بالحرير على جوج شعرات باش ما كيجيوش غلاض. سبقنا الحبكه قبل من هاد الدرس باش كيجي الدرس زوين، وهذيك الحبكه كتعاوننا باش يجينا الدرس كله قياس واحد. المهم هذه الراندا جات زوينه. نتمنى اخواتي ان هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى انني نكون قدرت نشرح لكم شويه على هاد الراندا هذه. ما تنسونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في قناه شارك، مرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. وما تنسوش اخواتي تبارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي باغيين يتعلموا الراندا واللي عندهم اهتمام بالراندا. وشكرا لكم وبسلام عليكم، تلقوا فيديو اخر ان شاء الله.